انا الترجي اللي درت البارح خرجت مع من طنجة جامعة التمانية العشية، ودابا وصلت لإنزكان مع التمانية الصباح وحنا بلوكيين. كتمشي لاصاطاس قال لك عامر، وكتمشي لاجونس ديال الصحراء فواياج قالوا لك ما كاينش، ما فهمنا والو. حنا بقينا هنا، جبت معايا مالين الدار كاين اللي داهم البلاد، وحنا حاصلين هنا والو. غادي نفهم الحسن، مشينا للكار ما كاينش، والطاكسي قال لك 100 درهم 150 درهم. في كاينه هاد 150 درهم؟ يعني البارح خرجت من طنجه مع 8 د العشيه، ومن طنجه 8 د العشيه وصلت دابا إنزكان مع 8 د الصباح. كتمشي لاجونس ديال لاصاطاس كيقول لك عامر، وانا غادي نفهم الحسن. وراه من طنجه حتى لاكادير وديبلاسي لا دوزيام فوا وكا الاخر حتى للبلاد ديالك راه بزاف. والمشكل فين؟ المشكل دابا ملي جينا من طنجه 30 فرانك كنا كنمشيو الايامات العاديه 200 درهم، ولكن دابا 300 درهم فين كاينه 300؟ وملي درنا الباكاج في الكار قال لك راه خلص على الباكاج 20 درهم 20 درهم البالزه 20 درهم هي 40 درهم من اكادير البلاد كنا كنخدموا ب 60 درهم 70 درهم الى كاع طلعت 80 درهم. دابا ولات 100 درهم، وكنمشي عند الطاكسي تما كيقول لك 150 درهم قال لك تخلص بلاصه ديال طنطان. فين كاين هذا صاحبي 150 درهم؟ لو هذا منكر. السبب ديالو بالنسبه لينا حنا كالمهنيين بالنسبه للجنوب، عندك من الداخل حتى لاكادير، عندنا القدر ديال الروتور اللي كيكون طالع للصحراء. الطاكسي بالنسبه ليه ما كتلقى ما تجيب، وبالنسبه بحال دابا العيل كبير وسميتو من تيكونوا الناس ثاني جايين ليه تيكون البلوكاج ليه هنا ما كاين ما تدي، ولا زدتي كاع واحد شويه المواطن كيبدا يتشكى عليك. زدتي عليا ما زدتي عليا، ما شافش الشيفور المهني اللي غادي راجع من لاكادير دارت الداخله خاوي هز بلاصه ولا جوج وغادي، ما شافش هو ذاك المحروقات اللي مزيوده عليه، ما شاف كاع ذاك المسائل ما شافهاش. الوقت ولا الثمن؟ دابا كندي لا لقيتي كاع بلاصه، كاين بعض المرات دابا 5000، بعض المرات 300 درهم، بعض المرات 200 درهم دي معك بلاصه جوج وتزيد، ولا لقيتيها. كاين الاغلبيه كيمشيو خاوي، ودابا هي البشر واقف ما كاينش اللي اسميتو، ولكن ثاني ور العيد نفس العاده هنا تتلقى بنادم واقف وليه ما كاين ما تجيب، ولكن الناس كيتعاملوا بعضياتهم. المواطنين خصهم يصبروا شويه، والمهني تما من طبيعه الحال يصبروا شويه. نشكروهم ويصبروا معنا ونصبروا معاهم. الطاكسي هي اصلا سياره الاجره راه ديال المواطن، ماشي اي واحد يقول لك راه الطاكسي ديالي، هي ديال المواطن، راه المواطن اسبق اولى في سياره الاجره. لان من كيجي يخلص الطريفه ويخلص المسائل ديالو راه من حقك تودي مع الواجبات ديالك. نقولوا للناس المواطن اللي هو شاد الطريق ما عمرش الطريق وسميتو، الله يجازيهم بخير، يشوروا على وليداتهم ويحاولوا يتجنبوا المشاكل ويشد لا دروات ديالو. الا ضربوا شي واحد بالضو راه قال لي حيد عليا من الطريق، ان تيكون طالع فوق الخط الابيض وانت كتضربه بالضو باش يروق، وهو ما مسوق كاع كيتسحب. واش كتسولوا على جدرميه؟ انا ما عندي غرض في جدرمي ولا في دراكي ولا في رجال الامن، هذاك الشيء نطبق القانون ديالي، ولكن هو يحاول يحتفظ على وليداتو السلامه ديالو، يشد اليمن ديالو، وتا لا بغى يوقف بالوليدات ديالو ولا بغى يستراح ولا شي حاجه يشوف شي بلاصه متسعه ما يخليش الرويد في القدرون، ويخرج الطوموبيل بواحد جميتر وثلاثه ويرتاح مع راسو حتى اسميتو يشوف تكون الطريق خاويه ويتوكل على الله. Thank you.